احنا دائما كنا نتحدث عن تعريف الوطن، وانه تعريف الوطن هو الشعب بالدرجه الاولى المكونات المختلفه. الوطن هو المواطن، بالتالي خونه الوطن هم الذين يخونون المواطن، الذين ياخذون اجهزه التنصت الاسرائيليه يتجسسون على المواطن، هم الذين يخرجون المواطن من بيته لاجل بناء مشاريع فاشوشيه فاشله اثبتت بانها لم تقدم اي حل للمواطن. الذي يخون المواطن ويخون الوطن وخونة الوطن هم الذين يديرون أجهزة القمع والاضطهاد والقتل والتشريد والتعذيب والتحرش الجنسي والاضطهاد السياسي والصعق الكهربائي في السجون والمعتقلات. خونة الوطن هم الذين يقتلون الصحفيين في القنصليات ويقطعون أجزاءهم. خونة الوطن هم الذين يحرمون النساء من الحقوق الأساسية في البلاد.